سلام. اليوم يا شباب راح نشوف شخص راح يصنع دراجة صغيرة جدا. فطبعا مو دراجة بس كشكل، لا دراجة حقيقية. طبعا دراجة حقيقية صغيرة، يعني دراجة تشتغل يعني. بكل بساطة هذا اللي راح يصير. المهم خلونا نشوف صاحبنا. طبعا في البداية جاب جهاز يرسم فيه. اوكي هذا الجهاز حق الـ 3D، نفس هذا الجهاز جبته عندي في القناة الرئيسية، بس ما فهمت كيف اشتغل عليه فعليا يعني، فما عرفت اشغله نهائيا. المهم هذه فكرته بكل بساطة، تقدر انك ترسم شيء 3D ويتحول لحقيقي. المهم الحين اللي بيصير في المقطع مثل ما قلت لكم في البداية، راح يسوي دراجة تشتغل، يعني ما في بشر بهالحجم، بس يعني دراجة تشتغل. لو كان في بشر بهالحجم كان ممكن يركبها ويسوقها بكل بساطة. المهم في البداية اعتقد قاعد يسوي الهيكل حقها. اوكي ما ادري وش الفكره بالشيء اللي قاعد يسويه. بدي احطه في النار. الو انا ما ادري وش الفكره، بس كل شيء راح نفهمه ان شاء الله مع بعض. المهم حط هذه قدام. اوكي ضبطت. الشيء اللي سواه فعليا استوى، استوى الجسم حقه مثل ما تشوفون. هذا هو حلو. اوكي هذه القاعدة حاليا، اول قاعدة اساسية موجودة. هذا ايش فكرته بالضبط؟ ما ادري. قاعد يقص، قاعد يقص بالنص. ايوه ما ادري ايش اللي صار، انكسر هو ولا ايش السالفه. اللي بعده طبعا هو يتكلم ما ادري باللغه غريبه، ما ادري شنو اللغه هذه. قصاه. معناته انه ما استوى صح، اتوقع وعاير الشغل من جديد. يمكن قاعد يحاول يعني يسوي صح. اوكي بري يلصق، قاعد يلصقهم في بعض. ولاعة. الحين شكله استوى مثل ما يبي. بري ينحته. الحين بيبتدي يسوي الجزء العلوي. أيوة. وش فكرة هذا الشيء اللي الحين قصه؟ أوكي. بري الحين يشتغل على موضوع الإطار. اوكي هاي اللي بتمسك الاطار نفسه. طبعا لو تلاحظون دائما يسوي طبقتين عشان يلصقهم في بعض، ويقدر يحط الاطار في الوسط. ايوه. اوكي حلو حلو حلو. اوكي بدأت تصير تطورات. هذا هو الشكل حاليا. الخطوة اللي بعدها يكمل القاعدة حق المقود. وش قاعد يسوي؟ كالعادة يحطهم في على النار. ركب المقود. تمام. الحين باقي الكرسي. حط قاعرة الكرسي. والحين وصل لموضوع الإطار.
얇은 바퀴살도 정교하게 만들어 줍니다. 오케이 حلو 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 حلو. 이렇게 만든 프레임 위에 فعليا صار اطار. 다시 얹어서 양쪽 다 깔끔하게 만들어 주시면 됩니다. المقطع لحد الحين ممتع. 오케이. استوى الاطار الاول. 하 نفس الاطار والاطار الثاني نفس الاطار اتوقع خلاه ينشف وكمل عليه باقي المقعد متخيلين ان كل هذا اللي قاعد يسوي قاعد يسوي بقلم 3D كل هذا بقلم اوكي اعتقد تقريبا استوى الجهاز هذا ايش سالفته؟ اتوقع ان هذا الجهاز يلمع ال جسم الدراجة بدا يلمع المقعد نفسه بس لما لاحظتون اللون تغير ليش؟ ما ظل اللون مثل ما هو عليه تغير فعليا بدا يحك الجسم احس لو يصبغ افضل يعني الصباغ افضل احس الحين وصلنا لهذه المرحلة كالاري يحطها على النار او يحط النار عليه زين باقي ركب الاطارات الحين ما ركبهم حلو اوكي الحين بيوصل لمرحلة الاطار ماشي صح زين باقي ركبهم وش هذا بيحطه داخل بس زين كيف بيفتر سوى الحركة هي قدام المفروض انه يسويها ورا بعد. هاي ما ادري ايش فكرتها وبس خليه يشيل ايده. هذا السير اوكي 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 حلو حلو بقصها امه. قصاها ورد رجع مرة ثانية لصقها. حلو. بس احس في شيء غلط. احس السير المفروض يكون برا بس ما يكون داخل برا. وش ده بالضبط؟ سوى حلق. اوكي اوكي اوكي. حلو فهمت بدأت افهم بدأت افهم الموضوع يا ساتر اوكي حلو الحين ركبه انزين السؤال يطرح نفسه هل راح يضبط ولا لا هذا الشيء اللي انا بعرفه هل في النهايه بيضبط هذا الشيء اللي قاعد يسويه حلو لازم يخليه ينشف اتوقع نشف لا فعليا ضبط وما في اي مشكله إذا تبون نشوف مقاطع إبداعية بنفس هذه الطريقة كتبوا لي تحت في الكومنتات لا تنسوا بعد كلكم تضغطون زر اللايك أي شخص
حب هذا النوع من المقاطع اضغط زر اللايك يا صاحب. اي شباب هذا مقطعنا بشكل كامل، اتمنى اعجبكم المقطع، اتمنى كلكم تضغطون زر اللايك، تشتركون في القناه اذا مشتركين، وتفعلون زر الجرس او زر التنبيهات. لا تنسوا كلكم تتابعون قناتي الرئيسيه، الرابط موجود تحت وصف الديسكربشن، وايضا لا تنسوا كلكم تتابعون انستغرام حقي ايضا موجود تحت. نشوفكم على خير، مع السلامه. اللايك امره مهم، طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار وتعتبر جميلة، تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة.